بتراث الماضي نسابق المستقبل، شعار رفعته السعودية وهي تستقبل أسرع الخيول العالمية وأشهر المدربين وأفضل الجياد في السباق الأغلى في العالم، كأس السعودية في نسخته الثانية. أفضل الخيول في العالم جاءت للمنافسة على جوائز بأكثر من 30 مليون دولار أمريكي وسط أجواء كرنفالية وأزياء فلكلورية. السبت شهد تنافساً مثيراً خلال 8 أشواط على أرضية عشبية ورملية. القبعة زينت منصة التتويج للمرة الأولى. الشوط الأول انطلق في 4 عصراً بتوقيت السعودية، وعرف تتويج الفارس البريطانية هولي دويل. قيمة جائزة شوط نيوم بلغت 1 مليون دولار أمريكي. إلى الشوط الثاني العشبي مع كأس 1351 المستوحى من تاريخ قيام المملكة العربية السعودية، وفاز بهذا الشوط سبيس بلوز لمالكي جودولفين من الإمارات. 1 مليون دولار أمريكي قيمة جائزة الشوط الثاني. التألق الإماراتي استمر مع الشوط الثالث. كأس البحر الأحمر عرف تتويج جيف أوف جولد لمالكه جودولفين بالسباق. جائزة الشوط الثالث بلغت 2.5 مليون دولار أمريكي. من الأشواط العشبية ننتقل إلى الأشواط الرملية من بوابة الشوط الرابع المسمى نادي سباقات الخيل. جياد الإنتاج المحلي السعودي وجائزة 1 مليون دولار حصل عليها الجواد البذالي من أسطبلات الأمير فيصل بن خالد بن عبد العزيز. الشوط الخامس عرف احتفاظ السعودية بكأس العبية، أقوى سباق للجياد العربية الأصيلة. 1 مليون دولار كسبها الجواد مباشر الخالدية المملوك لإسطبلات الخالدية السعودية. ديربي السعودية كان الشوط السادس وذهب إلى اليابان، حيث نجح الجواد بينك كاميهاميها لمالكه هيزا أكو كيمورا في اقتناص جائزة 1.5 مليون دولار. اليابان تواصل بقوة في الشوط السابع. كأس الرياض للسرعة وجائزة 1.5 مليون دولار من نصيب كوبانو كيكينغ المملوك لساتشياكي كوباياشي. المنافسة أوصلت المتسابقين إلى أقوى الأشواط وأهمها كأس السعودية. ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان توج مالك الحصان مشرف الأمير عبد الرحمن بن عبد الله الفيصل بالجائزة الأهم 10 ملايين دولار أمريكي وكأس مصنوعة من الذهب الخالص، يوم استثنائي لعشاق سباقات الخيول في العالم ومنافسات طغت عليها الإثارة في السباق السعودي العالمي. هدى زين الدين، العربية.